يا الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نبدي بدرس جديد من دروس الفيشنج، اللي هو الفيشنج تولز. طبعا أول معدة راح تبدي ويانا اللي هي الأوفرشوت. خلينا نبدي نعرف يعني معدات الفيشينج شنو، يعني خلينا نقول عليها بالضبط شنو اللي راح نشرحه بمعدات الفيشينج، او ما هي يعني مكانات المعدات، يعني وين تستخدمها بالضبط. فكتصنيف يعتبر ان اللي هو external كاتش فيشينج تولز. يعني شنو معناها؟ معناها انه انا راح اشتغل على معدات اصيدها من الخارج، معدات اصيدها من الخارج external catch، يعني مسك من الخارج. internal catch يعني شنو؟ معدات يكون مسكها من داخل، يعني من قطرها الداخلي. junk retrieval fishing tools يعني اللي خلينا نقول عليها المهملات، او اللي الامور اللي واقعه عندي. مثلا شلون يصير عندي استك ميكانيكي بسبب مواد غريبه، اللي هي مثلا السكرو درايفر، الرينش، مثلا المفاتيح مالت فتح شو اسمه البولتات، او اي شيء يعني. هذه السكرو مالينج اند كاتينج تولز، زين، هذه للطحن او قطع. اكسسوري تولز، اكو معدات اضافيه لهذه المعدات، ريبير ريميديال تولز، زين، ومعدات للصيانه، زين. هسه احنا راح نبدي ان شاء الله بمعدات الاكسترنال كاتش فيشينج تولز. طبعا بالنسبة للشرح للمعدات راح يكون يعني جزء جزء، ما اقدر يعني الم لك الموضوع بفيديو واحد، فحاولوا انه تتحملوني، ويكون يعني اكو يعني ما اريد نضيع عليكم وقت طويل بشرح بالتفاصيل، وانت بمجرد 3 دقائق 4 دقائق وبعدين انت حتى تفقد التركيز على الفيديو، فما اريد نشرح هواية. شوف، عندي الاكسترنال كاتش فيشينج تولز اللي هي سيريز 150 اوفرشوت، زين، يعني من ضمن سلسلة 150 يسموها هذه. طبعا هي شركات مصنعة هواية تصنع هذه المعدات. سيريز 150 اوفرشوت اكسسوريز، يعني الملحقات اللي خاصة بهذا النوع، واوفرشوت اكسسوريز، زين. وعندك الامبريشن بلوك، الامبريشن بلوك اللي هي طابعة. سيريز 10 سكر رود اوفرشوت، هم ايضا تابع للاوفرشوت بمعدة ضمن سلسلة العشرة. سيريز 20 شورت كاتش سكر رود اوفرشوت، شوف يعني واحدة يعني مكملة للثانية. سيريز 70 شورت كاتش ريليزينج اوفرشوت. روتري داي كولرز، اهم معدة من معدات الاكسترن. هذه المعدات المجموعة اللي راح نشرحها ان شاء الله راح تكون من ضمن الاكسترنال كاتش فيشينج تولز. طبعا هذه المعدات ان شاء الله نشرحها جزء جزء، وما نخلي فد شيء يعني عالق، بس راح يكون يعني تدرون انتم الشرح يكون ب يعني بشكل اساسي، يعني ما راح نشرح ندخل بالتفاصيل دقيقة، يعني ما اخلص. فنحاول قدر الامكان نعطيكم على قولتهم راس الخيط، وانت بعد لازم تبحث، زين، تبحث. اكو ملفات انا ادليك شنو الشغلات وانت عليك تبحث. فانا الشرح مالتي استفاد من عندي، وبنفس الوقت انت لا تعتمد على هذا الشرح وهاي هي، لا، روح ابحث، حاول انه تتعرف على التفاصيل الدقيقة، لانه انا ايش قد ما اريد اشرح لك ما راح اوصل لك فكرة مثل ما انت تبحث وتشوف المعدة بنفسك وتشتغل بالمعدة بنفسك. هذا يعني هذا فشي
اسيستنت يعني سبورت إلك، هذا يعني دعم إلك انه على مود حتى انت تقدر حتى تبدي. فهي كبداية هذه القناة إلك، انا اعتبرها إلك بداية ومن عندها تنطلق. زين، نجي لمعدتنا اللي هي الاوفر شوت من ضمن مجموعة 150 اوفر شوت. شايفينها لو ما شايفينها الاوفر شوت، هذه الاوفر شوت شوفها، توب ساب تايب اي باكر باول سبارال جرابل جرابل كنترول وغايد، هذه اجزائها. توب ساب صاب عادي، هذا تايب اي باكر وباكر عندك باول اللي هو الجسم الجزء هذا اللي يحتوي السبارال جرابل والجرابل كنترول، وعندك الغايد. اوكي، هذه اجزاء الاوفر شوت. شو يسمونه هذا؟ باون، هذا من شركه باون، سيريز 150 ريليزنج اند سيركوليتنج اوفر شوت وذ سبايرال جرابل. هسه هاي الكلمه ركزوا عليها، سبايرال جرابل اللي هو هذا، هذا السبايرال جرابل وهذا الباكر شوفوا، وهذا الكنترول. زين، طبعا هذا شنو يبدي يتوسع على مود حتى شنو من يدخل الانبوب بداخله. زين، خلوني اسوي فد شيء وارجع لكم، بس انطوني مجال لانه انا سويت يعني اوكي. هسه رجعنا وياكم على تكملة الشرح. زين، انا نسيت بالباوربوينت ما ضفت الفيديو، فصفته حتى يبين لكم شلون تقدر انت تصيد. فهذا مثل ما قلنا، هذا الباكر وهذا السبايرال جرابل. زين، وهذا السبايرال جرابل كنترول، يعني هو اللي يتحكم بهذا الموضوع. زين، لو اشرح لكم للصبح، اذا ما تشوفون الفيديو ما راح تفتهمون شنو القصه. ف هسه اراويكم يعني الشغلات البقيه وبعدين نروح بالاخير للفيديو. شوفوا هذا شو يسمونه، شوفوا هنا اجزاء، خلينا نخرج هذه باول. زين، باول هنا ايضا واحد ثاني خوش. عندك باسكت جرابل، باسكت جرابل، وعندك انر سيل، شوف يفرق عن ذاك وذاك ما بي، وعندك ميل كنترول باكر، ميل كنترول باكر، وعندك اوتر سيل، وعندك جايد. شوف شو يسموه هذا، يسموه هناك كان شنو عندنا، كان عندنا هذه المجموعه كلها باون سيريز 150 ريليزنج اند سيركوليتنج اوفر شوت وذ باسكت سبايرال جرابل. اوكي، هذا هنا شنو، هذا with basket جرابل، هناك spiral جرابل، هنا basket جرابل. شوفوا هذا الفرق، اسراويكم الباسكت جرابل. شوفوا هنا هذا البيتين دبل ليب باكر، شوف الباكر يختلف هنا، وهنا اوتر سيل وانر سيل. شوفوا عندك هذا الباسكت جرابل ميل كنترول، المفروض شو اسمه، اكو صوره لل عندي لل هذا، هذه الاكسسواريز. زين، هاي الاكسسواريز الخاصه بمن، الخاصه بالاوفر شوت. شوف هنا انا ميل اكستنشن، يعني شلون فد هيجي استطاله. زين، على مود الميل، الميلنج يعني اثناء الميلنج. هنا ميل جايد، هذا ميل جايد، وهنا اوفر سايز جايد، اوفر سايز، وهنا وول هوك، وول هوك هوك العفو جايد. هذه اكسسواريز خاصه بمن، خاصه بالاوفر شوت. زين، هسه نجي لهذا الفيديو، هذا الفيديو ضروري تشوفوه. يلا هسه نشوف الفيديو. شوف هنا شلون المعدة تنزل،
هذه معدة الاوفر شوت. زين نزلت طبعا باستخدام انابيب الحفر. شوف هنا شلون راح يوضح لك الاجزاء الداخليه مالتها. زين تذكرون الكنترول توب سب، شوف هنا قاعد يوضح لك بالضبط. هنا الباول، باول يعني هو المكان اللي يحتوي هذه الباسكت هذا الباسكت جرابل. شوف هذا شكله مو مثل السبايرال جرابل، وهذا الكنترول زين مالتي الباسكت جرابل طبعا بي اوتر سيل وانر سيل، وهذا الجايد. وتتذكرون اكو اكسسوارز اللي هي الوول هوك جايد والاكستنشن يعني جايد. زين شوف هنا، انتبه هنا، شوف شلون قفل هنا، قفل هنا راح يراويك هنا شلون ابلاي بول لود. هنا راح يرفع، ايش راح تسوي؟ راح تضغط على اليمين، راح تضغط على الانبوب. خلي اعيد لكم اياها، شوف هنا بالضبط هنا انا دخل الانبوب داخل هذا الباسكت جرابل، وصل من وصل لهذا المكان قفله. هنا راح يسحب، شنو يسحب؟ الانبوب. بمجرد سحب الانبوب ايش راح يصير؟ راح يضغط على اليمين، يضغط على الانبوب، يعني شنو؟ وكانما يصير يعني حشر للانبوب. ريليزنج فروم فيش، شلون تسوي ريليز؟ هسه انت سحبته خلصت من الاستك، تريد ترجع الانبوب طبيعي وتشد بومب داون اور بومب داون اون اوفر شوت، يعني شنو؟ انزل، نزلت تحرر الانبوب. راح شو يسوي؟ يدور ويطلع. شوفه شلون طلع، اها دور وطلع خلص. هذا الكاتش والريليز. اوكي اكو شغله اريد اوضحها، يعني شوف هسه هنا انا حكيت، وهسه من راجعت الفيديو قبل لا يعني امنتجه، فقلت خلي اشوف يعني اذا اكو شرح بعد افضل حتى يفيدهم. هذه بالله نعرفها هذه، شوف هنا هذه، هنا هذه. هسه خلنا نرجع هنا، هنا القفلة حكيناها، قلنا قفل هنا. زين هسه اذا تلاحظون هذه الاسنان ما داخله بجسم الانبوب. ليش؟ لانه هذا المكان مالتها هي قاعده بيه مستقره، وتبقى هذه الاسنان اللي هي سليبس، طبعا مثل السليبس، نعم هذه الاسنان ما مغروسه وين؟ بداخل منو؟ بداخل جسم الانبوب. هسه راح نشغل ونشوف شلون الحركه. زين راح يسحب، شوف من سحب كان قبل لا يسحبها هذه الزياده، شوفها هاي من قاعد تسحب هذه شو تسوي؟ تريد تتحرر لفوق، بتحررها لفوق راح تسوي شنو؟ اندفاع المن، اندفاع لهذا السليبس. هذا السليبس اسنان المكانات الفارغه كانت وين؟ دخل بجسم الانبوب. انتبه هذا معناته القصد. شوفه هسه ارجع لكم اياها، شوف هنا كان ماكو مشكله، اوكي من سحب شوف الاسنان شلون قاعد تنغرس. اها هسه راح يسوي ريليز، هسه هنا انا ريليز، شوف الريليز راح ينزل ها هذا الفراغ، هذا المكان راح شي يسوي؟ يدفع، سوى بنفس الوقت من سحب يعني دفع الانابيب لي جوا، او دفع هذه القطعة لي جوا، خلص الاسنان من جسم الانبوب، بس لكن يحتاج انه يدور يلا يطلع. هذا اللي اردت اوضحه صراحة، انا شرحت هناك بس قلت لا بعد توضيح افضل، اتمنى يكون يعني واضح حاليا. هو هذا كل ما يخص موضوعنا لليوم، ان شاء الله نلتقيكم درس جديد، تحياتي لكم، شكرا.